ما بقيناش كنشوفوا كما كانوا المناسبات والاعياد ديال شحال هذه كان كيكون اكتضاد، كتكون زياده في اثمنه. هاد الاعياد اللي جات مورا كورونا الاثمنه جد مناسبه وجد عاديه، ولا بغيت تعرف الحقيقه طلع الحافلات من رصيف واحد حتى 29 وغادي تعرف الحقيقه. اما ما يتداول في الكواليس ديال 150 درهم لاتجاه ولا 200 درهم ما كايناش، كاين ثمن مناسب مع واحد الزياده طفيفه ديال 5 دراهم ولا 10 دراهم، هذه هي اللي كاينه. المسافر راه ما كاينش في المحطه بعدا، داك الزبون اللي غيتزاد عليه راه ما كاينش، راه داك الشيء قليل، راه كل كارت قاهز 10 ولا 15. اليوم هذا هو النهار اللي كيكون فيه اكتضاد وما كيكونوش فيه الحافلات كاع نهائيا في المحطه، كل شيء كيكون خارج. اليوم حتى كتشوف المحطه كلها مبلوكي عبر كيران والزبناء راه ما كاينينش، راه الكورتيه هنا والشيفورات والكريسونات ديال الكيران هما اللي كاينين. Thank you.